صباح الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية وهطلت زخات من الأمطار. التوقعات الجوية هذه الليلة للعاصمة الرياض توضح استمرار للطقس المستقر لكن الرطب، ضباب خفيف متوقع 11 درجة مئوية كحرارة دنيا الملموسة 10، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 18 إلى 5، عرعر 17 إلى درجتين فقط، تبوك 20 إلى 8 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة مثارة 14 إلى 4، جدة طقس صافي 31 إلى 21، مكة المكرمة 30 إلى 19، والطائف حالة من عدم استقرار جوي وزخات رعدية من الأمطار متوقعة. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تشهد أجواء غير مستقرة، الباحة زخات رعدية من الأمطار 10 إلى 6، أبها أيضا زخات رعدية من الأمطار 16 إلى 5، وجازان 28 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية الدمام طقس غائم جزئي 23 إلى 11، حفر الباطن 18 إلى 5، والإحساء 22 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس غائم جزئي 18 إلى 9، بريدة 18 إلى 8، وحائل حالة ضعيفة من عدم استقرار الجوي، فرصة لزخات من الأمطار 17 إلى 4 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.